حنا في اليوم الاول ديال المؤتمر وكانت الكلمه الافتتاحيه ديال السيد الكاتب الاول، يعني اولا شنو هي قراءتك في الكلمه ديالته خصوصا تكلم اقتصاديا سياسيا حزبيا انتخابيا؟ اولا كنأكد على ان هذا المؤتمر هو من الافتتاح ديالو كيبان على انه غادي ينجح ان شاء الله باراده ديال الاتحاديات والاتحاديين، وان الافتتاح تمر الان في واحد الاجواء سليمه واجواء يعني هامه جدا، وكاين توافد ديال المؤتمرات والمؤتمرين واقبال كبير. بالنسبه بطبيعه الحال الافتتاح هو كياخذ قيمته ودلالته من النوعيه ديال الكلمه، من المضمون ديالها، من الدلالات ديالها، من الابعاد ديالها، ومن التحليل ديالها، الوقوف على تحليل الواقع السياسي، الواقع الاقتصادي، الواقع الاجتماعي، ومتطلبات هذا الواقع اللي كتلقي بواحد المسؤوليه جسيمه على الاتحاد، على انه خصو يكون في مستوى التحديات ومستوى الرهانات، وان الرساله ديالو خصها يعني تواصل بحزم وبوفاء وبالتزام وبانفتاح. يعني هذه هي المبادئ المؤطره اللي اطرت الكلمه، يعني الوفاء المبادئ، الوفاء القيم، الوفاء للتاريخ، الوفاء الالتزام بقضايا المجتمع، بهمومه، بهموم الطبقه الواسعه، الوفاء بانه هاد يعني البلاد هي بلادنا كامله، هي وطن يعني يهم الجميع، وطن يسع الجميع، من اصغر شريحه الى اكبر شريحه. اذا هذا وطننا، حاضننا، وهذا الوطن اللي خصو يعمو الكيمياء الانسانيه، الكيمياء يعني الحقوقيه، الكيمياء يعني الكلمه كانت غنيه جدا، ولكن كانت كذلك اكدت في اطار الالتزام على ان هناك تعاقد، يجب ان يكون هناك تعاقد ما بين جميع المناضلات والمناضلين من القاعده الى القمه. والاستاذ حدد واحد 10 ديال التعاقدات اللي اساسيه، هي الموجهه، هي المؤطره لهذا المسار النضالي اللي كينتظروا، يعني كما قلت كتنتظروا مجموعه ديال المتطلبات ومجموعه ديال الحاجات اللي لا رهينا ولا مستقبلا. اذا الكلمه كانت قويه ومعبره. مش ممكن نقول بانها العشرة نقط السيده بن سليم هي خارطه الطريق ديال المرحله من الان الى 2026؟ تماما تماما، يعني هذه الكلمه كتحدد خارطه الطريق لا للمسؤولين الحاليين ولا للمسؤولين ما بين المرحلتين، يعني انتخابات 2022 تنتظرنا انتخابات 26 اللي حنا كنأملوا اننا نتصدروا فيها النتائج ونكونوا الحزب يعني القوي في المعادله السياسيه القويه، ولكن كان هناك اشاره كبيره الى اننا يعني الى الانزلاق الخطير الذي عرفه المشهد السياسي ابان ما بعد انتخابات، والتركيبه والتشكيله اللي عرفتها الحكومه، واللي في الواقع راه مسات بالتعدديه ومسات بالنخب المحليه. اذا حنا كنحذروا من هذا الانزلاق، وكنقولوا على ان املنا كبير اننا فعلا نعيد الامور الى نصابها في المرحله السياسيه المقبله ان شاء الله.